الحقيقة الإبادة الجماعية اللي بيتعرض ليها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل تخاذل كل الأنظمة العربية الحاكمة خصوصا في مصر خلى هاشتاج يطلع السيسي مشارك في الإبادة تصدر إكس بسبب استمرار الراجل ده. هو الراجل ده عدم وصول وقود لغزة مشاركة من نظام السيسي في الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أهل غزة. نقص الوقود يعني وفاة المصابين والعالقين تحت الأنقاض. الوقود الناس بتموت، السيسي مشارك في الإبادة. وعشان تعرف مدى إجرام اللي بيحصل في حق أهل غزة تعالوا نشوف المساعدات اللي بيدخلوها لأهل غزة واللي الحقيقة ما تقولش عليها غير إنها فضيحة. ودي كشفها مسؤول أو المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. اسمع رأي الفيديو ده بيقول إيه. أتت في شاحنات المساعدات التي دخلت على مدار الأيام الماضية هي عنوانين: الماء والأكفان. وعندما قمنا بحسبة تقريبية لكمية الماء التي دخلت قطاع غزة في هذه الشاحنات وجدنا أن كل كمية الماء التي وصلت إلى قطاع غزة من الخارج وعبر هذه الشاحنات لو وزعت على النازحين فقط من سكان قطاع غزة وعددهم قرابة 1.5 مليون نازح فهي تعني شربة ماء لكل منهم لا تتجاوز 50 ملي متر من المياه. هكذا هي المساعدات والشاحنات التي تدخل. حتى الأكفان التي وصلت لا تستطيع تلبية وحاجة العدد الكبير من الشهداء الذي يرتقي لحظيا مع كل جريمة وكل مجزرة يقوم بها الاحتلال في إطار هذه المحرقة الكبيرة. الندالة بتاعة السيسي ما اكتفتش انه باع الفلسطينيين وبيجوعهم وبيشارك في قتلهم لما بيمنع المساعدات والوقود عنهم، لا دي ندالة كمان وصلت للمصريين المحاصرين في غزة. مصري محاصر في غزة عند معبر رفح مش عايز يدخلهم وبيدخل الأجانب، وده اللي قالته الست في الفيديو ده كده. أنا عايز أي مسؤول يرد عليا. أنا يوم ما قصفوا المعبر كنت هنا ورجعوني ومع السفر أصلا على المعبر 12/10 من 20 يوم. حرام عليكم تعملوا في رجلي كده، رمينا في التهلكة، إحنا شفنا المد عينينا. مين موجود معايا جواب؟ مش فيه، اتفضل يا جواب. مش فيه يا جماعة. أنا جاي